وهذا السؤال، هل من الممكن ان يتدخل الشيطان في نتيجة الاستخارة على الرغم من ان نتيجة الاستخارة جاءت لي في صورة منام يوصي لي بعدم حرمة العمل في البنوك الربوية؟ ما هو حكم العمل في البنوك غير الإسلامية؟ نعم، قد يدخل الشيطان بينك وبين نفسك ويؤذيك ويزينك انك لا تلتفت الى الاستخارة ولا تلتفت الى النصوص ولا الى ما يقول العلماء، ويقول لك العلماء اخطأوا وانت بهذه الاستخارة مخطئ حتى يزين لك الباطل، فلا تلتفت اليه. متى عرفت الحق فخذ الحق والزم الحق. فلما اذا خطبت امرأة وعرفت انها طيبة واستخرت الله وانشرح صدرك لانها معروفة بالدين والاستقامة، او معروفة ايضا بما يغربك فيها من مسائل اخرى من جمال وغيره، فاستعن بالله وهذه بالزواج، ولا تطع الشيطان وسوسته وقوله انها سوف تفعل كذا او تفعل كذا او سوف تخذلك عن معاصيك او سوف تفعل كذا، لا تطع الشيطان، فان الشيطان هو عدو المنكر عدو مبين. والله يقول سبحانه ان الشيطان هو عدو فاتخذه عدوا، انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. فاذا وجدت في نفسك وسوسه ضد ما عرفت انه حق فاعرف انه من الشيطان. فاذا جاءت من طريق الزواج بامرأة صالحة يقول لك دعها فاعلم انها من الشيطان. واذا جاء في جهة البنوك ويقول يقول لك عامل بالبنوك فعامل بالربا فاعرف انه من الشيطان. واذا جاء في جهة صحبة الاخيار يقول لا صاحبهم هؤلاء مشددون هؤلاء كذا كذا فهذا من شياطين الجن. وان كان من العلم فهو من شياطين الجن. وهكذا كل ما جاءك انسان او وسوسه في قلبك من جهه امر تعرف انه خير وتعرف انه حق بالادله، ثم ياتيك من وسوس ويقول افزعه، فان كان من الجن فهو من شياطين الجن، وان كان من في صدرك فهو من شياطين الجن. فلا تطعه بل اخوه وخالفه واعمل بما عرفت انه حق، اعمل بما عرفت انه حق وانه طيب وانه لا تحلك. ولو جاءك شياطين الانس او شياطين الجن يقولون لك زعل عليك. نسأل الله السلامة. نحن نسأل الله السلامة. نحن نسأل الله السلامة.